اسعد الله صباحكم مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا، نطلع عليكم بحلقه جديده من صباحكم، ساعه ونص فيها مواضيع كثيره تهم الاسره العراقيه، اضافه الى مراسلينا اللي دائما يغطونا بتقارير جدا مهمه وضيوفنا اللي يترون حلقتنا لهذا اليوم. يسعد صباحك. صباح الخير ديما، وصباح الخير لكل اللي يشاهدنا عبر شاشه اليوتيوب، وننتقل وياكم الى فقره عندكم خبر. مشاهدينا، أول الأخبار راح نبتديها من الملف الاقتصادي، حيث أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن استراتيجية الحكومة شجعت المواطنين على الدخول في مناخ المدفوعات الرقمية، فيما أشار إلى أن التعاطي المالي النقدي سيشهد انغلاقا تدريجيا لمصلحة الشمول المالي الرقمي بدءا من العام المقبل 2025. وأكد صالح أنه بحلول منتصف العام الحالي ستتحول الجباية الحكومية بشكل شبه تام إلى الدفع عبر البطاقات الائتمانية وغيرها من وسائل المدفوعات الرقمية المعتمدة، والتي تشهدها اليوم محطات بيع الوقود كافة، لتنتهي إلى دفع الضرائب والرسوم والإجور والمعاملات الحكومية لتكون جميعها عبر بطاقات الدفع الرقمية. مشاهدينا، في خبرنا الآخر من لجنة الكهرباء والطاقة النيابية التي أكدت استعداد البرلمان للتصويت على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، فيما أشارت إلى أن تشريع هذا القانون سيتيح فرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد. وأوضحت اللجنة أن مجلس النواب يعمل على إقرار القانون خلال الفترة المقبلة بعد إكمال بعض الملاحظات التي حصلت اللجنة عليها من خلال القراءة الثانية ليتم التصويت عليها خلال الفترة المقبلة، مبينة أن مشروع قانون الطاقة المتجددة سيضع نقاطا مهمة في الاستثمار منها استثمار الكربون والطاقات الشمسية والاستثمارات في الطاقة الشمسية وتوليد طاقة الإنتاج. ومن الطاقة إلى التربية، حيث وجه وزير التربية إبراهيم نامس مديريات التربية بالاستعداد التام للعام الدراسي المقبل، مشددا على التحضير الجيد لمستلزمات اللوجستية التي تضمن انسيابية وراحة الطلبة واسترجاع الكتب الجديدة من التلاميذ بعد الانتهاء من الامتحانات حفاظا عليها، وذلك لغرض إعادة توزيعها لاحقا لتجنب حصول نقص في الكتب. نعم، ووجه وزير التربية بشروع بطباعة الكتب المنهجية وتوزيعها في وقت مبكر من هذا العام للانتهاء من تسليم الكتب إلى مخازن المديريات مطلع شهر تموز المقبل، والإسراع بتثبيت ركائز التحول الرقمي للدفع الإلكتروني والتعاملات المالية للقضاء على أوجه الفساد المتعددة. مشاهدينا، أخيرا وجه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بمنح أعضاء المنتخب الأولمبي لكرة القدم قطع أراض سكنية ومكافأة شهرية مستمرة، وذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 عقب حصوله على المركز الثالث في بطولة أمم آسيا تحت 23 عام. نعم، السوداني وجه بتكريمهم بمبلغ 10 ملايين دينار، كما وجه بتكريم الرباع العراقي علي عمار يسر الذي تأهل إلى أولمبياد باريس أسوة بلاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم، مؤكدا أن الفوز والتأهل إلى أولمبياد باريس للمرة السادسة وهو منجز كبير، ويؤكد أن الكرة العراقية عادت وبقوة. أتمنى ما تضربنا عين. اي مو بس شويه نتقدم ونفرح تصير شويه معكرات. صراحه هو انجاز امانه، وهذه صحيح خطوه يعني احنا بحاجه كنا لها، واحنا كنا راقبنا كل، يمكن كانت اكو بعض التخبطات. تعويض نفسي
عن اللي فات. كانت اكو بعض التخبطات هي رغم هذا الموضوع، وصار اكو بعض اللغط يمكن حتى كالتتويج او غيره، ولكن مجرد انه احنا نكون ثالث يعني طبعا بالمركز الثالث هذا اكبر انجاز. نعم، وهذا كان يمكن اخر خبر عندنا وكنا قدرنا نختم به بطريقه جميله. اذا من اخر الاخبار نروح الى نشره الطقس، نتابع اخر تطورات درجات الحراره. والآن مشاهدينا ننتقل إياكم إلى فقرة المرور. مشاهدينا، احتفلت شركة ليلا كوزمتكس لأصباغ الشعر بمرور 21 عام على انطلاقها. أكثر من 55 دولة تواجدت في فعالية الاحتفال، استهدفت التعرف بالمنتجات والألوان الجديدة للصبغة. ليلا كوزمتكس نجحت في صناعة صدى لها في العراق، كما أحرزت العراقية مصففة الشعر رشا الفيصل على المركز الأول بمسابقة تنافست بها مع دول أخرى. تفاصيل المهرجان في تقرير الزميل سرمد القيسي. رغم صمتها إلا أنها تؤثر في العقول بل وتحرك الأذهان. هذه هي الألوان التي رسم بها رجل الأعمال مهمة جانسز لوحة مشروعة في تأسيس شركة تعنى بأصباغ الشعر قبل 21 عام. منتجات ليلا كوزمتكس تنتج في ديار بكر التركية، ومنها تنطلق إلى 55 دولة حول العالم، وللعراق حصة مهمة من هذه المنتجات. نحتفل بمرور 21 عام على تأسيس ليلا كوزمتكس، وقلنا فلنحتفل مع وكلائنا وشركائنا بهذه المناسبة ممن حضروا من 21 دولة حول العالم. مهرجاننا في السنة 2024 حاضر ما يقارب 18 دولة، ما يقارب 200 شركة، وبالعراق بشكل خاص أكثر من 20 شركة متواجدة معنا في هذا المهرجان. نستهدف في هذا المهرجان تعريف منتجاتنا وألوان الجديدة للصبغة، ونحدد الموضة لعام 2024، ألوان الموضة للسنة الجديدة. وبالإضافة لأنه هو تكريم للوكلاء في الدول حقق لنا هذا النجاحات، بالإضافة لأننا نحن نعمل مع أكثر من 55 دولة في العالم. صبغتان في كل ثانية، رقم قياسي في المبيعات أعلن مهمة جانسز خلال مهرجان سنوي نظم في مدينة أنطاليا التركية للاحتفال مع وكلاء من مختلف دول العالم، وللتعريف بتطور منتجاتها من الصبغات والملحقات وألوان الموضة لسنة 2024. ليلا بكس تطور تقريبا، انا شفت كل سنه عندها تطور معين، فنحب نحضر نشوف هذا التطور احنا بدورنا ننقله لبغداد. هالسنه الصبغه ضايفين لها زيت الارغان صبغه معينه، وللبلوندر ضايفين زيت الزيتون والجوبابا، هذين اثنيناتهم يساعدون ان الشعره ما تحترق، وهذا شيء مهم بالنسبه للحلاق. شركه ليلا بكس شركه عريقه وفيها البلوندر ليلا بكس
والأوكسيدانت وأنواع الصبغات، وكلها مجربة منذ يعني أكثر من 20 سنة إحنا نشتغل بها. والسوق العراقية والسوق بغداد أكثر شيء يستخدمون البلوندر والأكسجين والصبغات. وبلشنا نحدث بها، نزلنا أصباغ الشعر وسبغي الشعر، وصار لها فصدى حلو داخل بغداد ومحافظات طبعاً هم هنا اللي خارج بغداد. فعاليات عدة أقيمت في ليلا فيست 2024، أبرزها مسابقة تنافسية لأجمل وأسرع حلاقة للشعر، وقد حازت ابنة الفيحاء الكوافيرة رشا فيصل على المركز الأول في هذه المسابقة التي تنافست فيها 21 دولة في المهرجان. طبعاً ما أحكيكم مش قد مرتاحة اليوم ومتونسة، لأن على التوالي هاي السنة الثالثة الفوز، لأنه الحمد لله وشكر إحنا مواكبين الحداثة بالصبغات والقصات والتسريحات. جودة تستحق التجربة، هكذا عبر مستخدمو منتجات ليلا كوزمتكس عن تجربتهم في هذا الحدث المميز. إذن مشاهدينا ابقوا ويانا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. منذ سنوات قليلة تقلصت مساحات البناء في العاصمة بغداد نتيجة غلاء أسعار العقار، فصار الناس يمكن يستثمرون كل متر في قطعة الأرض للبناء وحدائق، وممكن بعض الأحيان يعني مو بعض الأحيان والله الكثير من الأحيان ألغيت الحدائق من خرائط المنازل، حتى صرنا نشوف يعني بيوت كبار يعني بمناطق مهمة مثل الأميرات وغيرها وزيونة 2000 متر البيت كله كونكريت، ما أعرف ليش الاتجاه نحو البناء أكثر من الحدائق وتقليص المساحات الخضراء سواء على المستوى الشخصي أو حتى بالأماكن العامة. لذلك بعض الناس يمكن ابتكروا طريقة جديدة حتى يعوضون الحديقة بزراعة سطح المنزل، فهل هي تقنية وخطوة ناجحة؟ طبعا هي أكيد ناجحة أفضل من لا شيء. هل يمكن أن تعمم في بغداد؟ خليكم ويانا بالفقرة القادمة. مشاهدينا، نقل الحديقة من الأرض إلى سطح المنزل يمكن هي تعتبر خطوة ناجحة، وكثير من الأمور كانت موجودة يمكن على مدة تحافظ على سطح المنزل، شو ممكن أنه إحنا يمكن الرطوبة أو غيرها ونحافظ على الحديقة من التلف والجفاف. رح نتحدث بهذا الموضوع مع المهندسة الزراعية هبة عبد الله. يا أهلا ومرحبا وسعد صباحك. أهلا وسهلا بيك، صباح الخير عليك هبة. أهلا وسهلا بيك. يعني إحنا بداية الموضوع صراحة جدا مهم، كون احنا بحاجه الى المساحات الخضراء مو فقط لجماليتها ولكن لفائدتها على البيئه وكل ما احنا نمر به، ولكن تخوف كون انه هو شيء جديد الى الان مو الكل يمكن يتجرأ انه يوصل لمرحله انه الاسطح يكون فيها حدائق مثل ما ذكرنا خوفا من الرطوبه او غيرها. فخلينا نتكلم عن خطوه الانتقال الى الحدائق في الاسطح. طبعا هو النباتات جدا مهمة بالمنزل سواء داخلية أو خارجية، فحتى نوفر أو اللي ما عندهم حدائق حتى نهيئ بيئة أنه نزرع بيها، أول فقرة نسويها أنه نحافظ على رطوبة المنزل حتى ما نكون سلبيين جانب على المنزل، لأن أكيد راح تسبب رطوبة. فأول فقرة نسويها نوفر عزل تام للسطح عن للرطوبة، وأيضا نوفر توفير تصريف للمياه، مياه الأمطار أو حتى مياه الزائدة المياه السقي، حتى نقدر نبلش بزراعة متكاملة أو زراعة ناجحة وما نسبب ضرر للمنزل ويكون تأثيرها سلبي. نعم زهر، عفو هبة، شنو قصدك بزراعة يعني متكاملة؟ يعني هو أكيد يمكن أكو فد يعني فد ليمت أو فد حدود لنوعية الأشياء اللي ممكن تنزرع بسطح المنازل.
حتى نختار النباتات اللي تناسبنا تناسب سطح المنزل، لأن البيئة راح تختلف طبعا عن الطابق الأرضي، فنختار نباتات مقاومة. أول شيء تكون مقاومة، ثاني شيء تكون حجمها مو الأشجار، نبتعد عن الأشجار العالية لأن الأشجار العالية راح تحتاج مساحة أولا، ما راح تكون زراعتها ناجحة لأن احنا راح نعتمد على السنادين أو الأحواض فقط. فصعبة أنه نزرع شجرة وتكون في سطح المنزل، فأكيد نبتعد عنها تماما. النباتات الظلية أكيد ما مسموح لنا نزرعها. نزرع الشجيرات مثل الجهنمية اللي هسه دارج أكثر شيء، المطعمة اللي تقاوم واللي هي أصلا الجو لها مناسب بارتفاع درجة الحرارة والعطش، أيضا تتحمل عطش هواية، فالجهنمية جدا مناسبة. نبات الكالة اللي ينطي نمو خضري كلش حلو، وبنفس الوقت نبات مزهر ومقاوم يتحمل درجة الحرارة العالية. الجهنمية مو جذورها عميقة؟ لا، شجيرة مساحة. شجيرة هي أكو شجيرة وأكو متسلقة، هاي الشجيرات واللي أصلا أغلبيتها تتربى على نظام البونساي اللي هو يكون نبات متقزم، يعني شوفوها أنتو شجيرة صغيرة فديربوها على نظام البونساي وبنفس الوقت يطعموها، فتكون أكثر من لون وبنفس الوقت يعني شجيرة مو شجرة، يعني ما تعتبر شجيرة. هبا يمكن احنا شاهدنا حاليا كثير من الأشخاص أوريدي يروحون على مثلا يكون هناك نباتات ممكن يستثمرونها بأعشاب الريحان أو النعناع أو غيرها، فهل هاي الأمور ممكن أنه احنا نزرعها بالأسطح؟ إضافة إلى هل هناك تقنيات خاصة للزراعة بالأسطح؟ يعني اكو تقنيات اللي هي نقدر نزرع، نوفر اول فقره اللي هي عازل تام حتى ما نأذي المنزل، يعني قصدي انا احواض مثلا، اي احواض الخشبيه هي افضل، يعني افضل شيء، افضل احواض او افضل السنادين اللي نقدر نزرع بها الاحواض الخشبيه اللي تكون ما تمتص الحراره، يعني تكون درجة حرارتها مو عالية، يعني هاي باقي السنادين كبلاستيك كسيراميك تمتص درجة تمتص حرارة، هاي الخشبية ما راح تمتص حرارة، وبنفس الوقت يعني تحتفظ برطوبة، فنحاول إنه نزرع بها. طبعا هي زراعتها كخضروات أو كنباتات ورقية كمحاصيل خضر هي ناجحة جدا، بس نوفر عازل وبنفس الوقت نخلي يعني اكو اماكن تكون هي تفضل تكون بها ضوء مباشر، اكو بعض النباتات تحتاج الى ظل معين، يعني مثلا لا، هي نباتات الخضر بصوره عامه سواء صيفيه، اذا صيفيه يعني هي الان تكلمت بشكل عام، يعني احنا من لا احنا اكو نباتات الخضر صيفيه واكو شتويه، فالصيفيه هي الاجواء يعني متوفره لها راح تكون، فقط ان نختار العمق المناسب للصناديق اللي راح نزرع بها تكون 50 أو أكثر من 50 سنتيم حتى النبات يلقي الغذاء اللي يريده، لأنه يعني ما راح يكون عنده مساحة مثل الأرض، فلازم نوفر ارتفاع للصناديق، يعني نخليها بارتفاع معين حتى تقدر الجذور، وبنفس الوقت تكون أكو المغذيات اللي موجودة بها يحصلها النبات. طبعا هي زراعة جدا ناجحة لزراعة المحاصيل الخضر، وأكو تجارب يعني هواية زارعين محاصيل ممتاز. بس انا ما اعرف ليش اشوف يعني زراعه اسطح المنازل يعني تكون يا دوب او تكاد تكون بس جماليه يعني. لا شوفي اكو تجربه، اكو تجربه كلش حلوه انه زارعين يعني هوايه محاصيل خضر، يعني طماطه الخيار، تعرفين هم ترى اغلبيه اللي يردوني حديقه هم يعني حتى يعني ككبار السن او يهتمون بالزراعه، مو الكل تتوجه نحو النباتات الزينه كوارد، لا يردون محاصيل خضر. حلو. هبا يمكن احنا قاعد ذكرتي انه اليوم احنا بالعراق ما شاء الله احنا منتجين اساسا وعندنا الثمار وعندنا كثير والاشخاص يتوجهون الى الزراعه، ولكن حابه استثمر اليوم الورد اللي انت جايبته وياك نتكلم عنه اكثر، وكون انه انت كلش حلو تشوفيه ديما كله اي، والاهم انه هو عراقي كامل صح؟ انتاج البذور عراقي بالضبط، خلينا نتكلم. انتاج البذور العراقي هي من ازهار القطف طبعا، القرنفل صنف من اصناف القرنفل، القرنفل القطف مو هاي القرنفل اللي يكون قزمي او اللي ينزرع بالحدائق، لا هو اللي القرنفل اسمه القطف. قرنفل ال قرنفل الصيني صنف من اصناف القرنفل. قرنفل الصيني حلو. حسن يوسف يعني حاليا دارج انه اسمه حسن يوسف، يعني هو كله نفس نوع الزهور بس الالوان، اي بس الالوان، مختلفة. هذا الروز المتسلق وهذا الجوري. شنو يحتاج هذا الورد؟ يعني شنو الظروف البيئية اللي تحتاجها؟ هو طبعا شتوي، نبات شتوي، يعني لازم نبلش زراعته بشهر التاسع، وينطينا انتاج من شهر الرابع، من شهر الثالث لحد شهر الرابع، شهر حتى الشهر الخامس، طبعا هاي قطف هذا الاسبوع او قطف يعني قبل يومه، فيعني لحد الان احنا عندنا انتاج من عنده. حلو.
حلو. هبة احنا نستثمر وجودك كونك انت اهم ماجستير مو فقط يعني مهندسه زراعيه. احنا الحين مقبلين على فصل يمكن هو خلاص الربيع ويمكن الناس حتى بداوا يزرعون في قبل سابقا، شنو افضل الاوقات اللي تنصحين فيها انه يتم استثمارها لتهيئه للزراعه تكون فيها اكثر يعني؟ شوفي هو احنا كمحاصيل صيفيه لازم نبلش من الشهر الثاني، شهر الثاني 15 2 خلاص يعني عدت وراحت بس نقدر داخل الظلل او ظلل البلاستيكيه نقدر نزرع يعني نباتات الزينه، نقدر نزرع محاصيل خضر اكو هسه يعني راح نبلش، اكو محاصيل راح نبلش نزرعها، اما الظليات فعادي يعني نقدر نكاثرها باي وقت لان هي داخل المنزل. الحدائق اللي عندنا بشكل عام سواء باسطح المنازل ولا يعني الحدائق الارضيه دائما يعني اكو يعني خلينا نقول طريقه التخييم او الشبكه حتى تقلل من يعني اشعه الشمس المباشره. تعرفين عندنا اشعه شمس مباشره يمكن تقريبا 4 أشهر يعني اذا نحسبها من خلينا نقول نهايه هذا الشهر الى العاشر. هو ما طول راح نزرع بارتفاع اعلى، فاحنا عندنا مشكله التيارات الهواء العاليه الرياح العاليه اللي هي اصلا تكون سامه، فحتى نوفر بيئه ملائمه نخلي عازل او صدر رياح خشبي او اي كان. انا اشوف شبكات عازل، لا اشوف الشبكه ما راح تعزل الرياح شبكات او مثل كشبكه بلاستيك تغطي المكان كله، بس كعازل رياح حتى نقلل من الرياح اللي راح تكون شماليه اكثر شيء هي سامه للنبات واللي ممكن تؤدي الى احتراق الاوراق وتاذي النبات بصوره عامه. فخلي نخلي مصد واحد يعني كاتجاه الرياح الشمالي وممكن نغطي ماكو مشكله، بس هو اكو نباتات يعني تعرفين انها هي نباتات صيفيه، احنا من نجي نغطيها راح ناذيها يعني ما راح تكون مؤذيه لها، راح نسبه الظل راح تقل، درجه الحراره ايضا راح تقل، فهي محاصيل صيفيه ناجحه بهذا الشيء، بس تبقى مشكلتنا بالارتفاع. بس اغلب النباتات هبه تحترق بالصيف عندنا يعني كل الزهور وكل اكو شهر السايكس وغيرها وهذه اكو شهرين بالسنه فتره الصقيع اللي هي شهر الواحد من شهر الواحد لحد يعني 15/1 لحد 15/2 هاي احنا فتره حرجه فممكن تموت بيها النباتات، فتره كلش حرجه. وبنفس الوقت شهر تموز احنا هاي نهيئ باي شيء نقدر اي نباتات نقدر ننقذها، فكاحتراق ممكن يعني بعد فتره ما يتغير الجو ويكون حلو نقلم نزيل الاوراق المحترقه، فهو اكو شهرين هن النباتات معرضه للموت ومعرضه للتلف يعني وللاحتراق. فاحنا حتى لو نخليهن شيء قاوم فهاي شهرين كلش صعبات يعني. زين هبه احنا خلينا نتكلم اليوم، احنا هاي خطوه جديده يمكن كثير من خاصة الآن قاعد يشاهدونا هم يردون يبتدون هذه الخطوة، ولكن في تخوفات كون أنه يمكن إحنا بالحديقة اللي تكون بشكل عام يمكن هم نواجه صعوبات، فما بالك تكون بالأسطح، وبالتالي غير يمكن النصائح اللي أنت ذكرتيها، شنو أفضل وقت اللي إحنا نبدأ نهيئ فيه على مود تكون مستعدين أن تقولين أنه هذا أفضل وقت تكون عشان ما تبي ما تصير خيبة أمل أنه من البداية أنا أزرع ويفشل الموضوع معايا، فبرأيك أنه إحنا شنو أفضل يعني وقت في السنة نقدر إحنا نبتدي بخطوة زراعة الأسطح؟ نبلش بفصل بشهر التاسع يعني فصل الشتاء تقريبا، إحنا وداخلين على فصل الشتاء لأن النباتات راح تتأقلم، من تجي يعني تدرج راح يصير من تجي تدخل فصل الصيف، يعني فصل الصيف اخطر للنباتات من فصل الشتاء. فيمكن يعني هي قبلها يكون تهيئه الاسطح. اي اكيد التهيئه مثل ما ذكرنا انه توفير عازل، توفير الصنادين اللي هي الصناديق الخشبيه، كل هاي نقدر نوفرها. نعم. اما زرعه الثيل فيعني كثيل بالاسطح فهي يعني راح تكون مكلفة أو طريقة تقريبا خاطئة لأنه ما راح نقدر نوفر عمق معين، وبنفس الوقت مياه الأمطار راح تكون ما راح نقدر نصرفها، فهي طريقة مو ناجحة لزراعة الثيل بالأسطح، بس نقدر نستعين عنها بالثيل الصناعي اللي هو أيضا يؤدي الغرض يعني هو جمالي، يؤدي غرض جمالي بس غرض جمالي، أما الثيل اللي راح يكون طبيعي فراح يسبب لنا ضرر للمنزل يعني نستبعد احنا نقول من نستبعده يعني أغلبية تحس تشوفين الشركات واللي يسوون
حدائق على الأسطح هي دي يبتعدون عن الثيل الطبيعي لأن كلش يعني خطر على المنزل. فأني صح زراعية أو يعني أميل للجانب الزراعي بس بنفس الوقت يعني مو على مديتلي في المنزل ما أريد أي شيء سلبي يعني يكون بالزراعة صحيح. فما أشجع على زراعة الثيل. كلش شاكرين لك هبة على تواجدك ويانا يعني وعلى هذه الأفكار اللي طرحتيها وحلو طايتينا أمل بهذا الأنواع الوردة الموجودة. هذا النبات إنتاج بذوره بالعراق إنتاج البذور بالعراق وزراعته بالعراق ويعني كلية من العراق. حلو المهندسة الزراعية هبة عبد الله شكرا تواجدك معنا. شكرا لكم. إذن مشاهدينا نروح فاصل قصير وراجعين. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى تواصل، راح نشوف شنو آخر الأخبار اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. كلب الماء العراقي واحد من الحيوانات التي كانت تتواجد في الأهوار منذ القدم، ولكن بسبب الصيد الجائر وجفاف المياه وتلوث البيئة كما أصبح يواجه خطر الانقراض فاختفى عن الأنظار سنوات عديدة في ميسان وتحديدا شط الكحلاء. رصد مواطنون ظهوره ووثقوه عبر مقطع فيديو. طبعا لاحظ سكان كحلاء عودة هذا الحيوان بعد 3 سنوات على اختفائه بسبب موجة الأمطار الأخيرة وارتفاع مناسيب المياه في الأهوار. تابع الفيديو. عثر فلاحون في قضاء مخمور بنينوى على غزال صغير، ما شاء الله الاعداد يعني مركزين باخبار الحيوانات. اثناء فتره الحصاد يمكن انتشر هذا المقطع عند احد المزارعين هو يحمل الغزال الصغير وتبدو عليه ملامح الفرحه. صحيح وخصوصا الحيوانات المنقرضه يمكن هم شويه قاعد يحاولون. عندنا غزلان؟ هو قاعد يقول لك يعني طبعا يمكن إيه تشتهر منطقه قضاء مخمور بالغزلان اللي اختفت لسنوات طويله وعادت للظهور خلال السنتين الاخيرتين، وايجاد هذا الغزال يدل على عوده ميمونه للغزلان اللي ترعى في حقول الحنطه التابعه للقضاء. نتابع. ما شاء الله يبي أول على ذاك الدراسة ما متأكد إن شاء الله برضه إذا كينوا وياك الشيروان الله. في ظل وجود أشخاص يمكن بالمجتمع يعتدون على حقوق الحيوان، اليوم الأعداد مصممين ومصرين على كل أخبار الحيوانات بكل العالم. بالمقابل أكو ناس أكيد عندها وبقلوبها نقية ويحاولون قدر الإمكان رعاية حيوانات خاصة الحيوانات السائبة. هذا ما تقوم به سيدة بغدادية كل يوم، فهي تخصص من وقتها يمكن مالها بإعطاء الطعام للقطط القريبة من منزلها. صحيح، وانتشر مقطع فيديو للسيدة وهي تنثر الطعام بكمية كبيرة وسط تجمهر القطط من حولها. نتابع. يلا أول مرة دراي فود وبعدين نعطيكم من الطاسة والنجانة. النجانة الناس سألوني عليها شنو بيها، أنا أقول لكم شنو بيها. هاي النجانة دراي فود ريفلكس، أنقعها بالحليب قبل ساعة وبعدين أدير عليها معلبات مع القطط.
فكلش يحبوها، لان بعض البزازين ما ياكلون الدراي فود اليابس. فهسه تشوفون شلون يكتلون نفسهم على هذا. ومرات ما عندي حليب، اخلي مي لحم او مي دجاج. وإلى أخبار التكنولوجيا، حيث أطلقت شركة سامسونج تحديثا جديدا لهواتفها الذكية الرائدة، يضيف اللغة العربية ضمن اللغات المدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة. وكانت سامسونج قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عزمها إضافة اللغة العربية بالإضافة إلى الإندونيسية والروسية إلى قائمة اللغات المدعومة في مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها. ويعني ذلك أن مالكي أجهزة سامسونج سوف يمكنهم الآن استخدام ميزة الترجمة المباشرة، وهي أحدى مزايا الذكاء الاصطناعي، مما يسهل الترجمة من اللغة العربية وإليها في المكالمات الصوتية والرسائل النصية والمحادثات المباشرة عبر المترجم الفوري. ومن أخبار التكنولوجيا وغيرها، تطورت إدارة حالة الجهاز التنفسي المزمن ومرض الربو بشكل ملحوظ في العصر الحديث مع التقدم الملحوظ في أساليب العلاج، وتجاوزت إدارة الربو الطرق التقليدية. اليوم احنا راح نحاول نسلط الضوء على الممارسات المبتكرة والعلاجات المتطورة والدور المحوري لإعطاء الأولوية لصحة الجهاز التنفسي. على الرغم من عدم وجود علاج نهائي للربو بالوقت الحالي، إلا أنه كثير من الأبحاث العلمية تأكد على طرق علاج نوعية للأفراد المصابين بالربو، حيث توفر التحكم والوقاية على المدى الطويل من أعراض الربو وتفاقمها، خاصة يمكن بفصل الربيع أو يمكن بأوقات اللي تزداد بها الأتربة وزيادة حالات التأثر بالحساسية الموسمية. نتكلم عن هذا الموضوع ويا ضيفنا طبيب الصحة العامة الدكتور عبد الستار حمادي. أهلا وسهلا دكتور، يسعد صباحك. صباح الخير عليك. صباح الخير جميعا، سعيدين بوجودك، انت من الضيوف المهمين عندنا بالبرنامج. اهلا وسهلا دكتور. شويه نحكي على علاج الربو والتطورات الحاصله بهذا خصوص هذا المرض، وكيف يعني ممكن واحد يعالجه بطريقه ما تاثر على الحياه اليوميه. نعم، مع الدعاء للجميع بالعفو والعافيه ان شاء الله. نقول أنه أكو كثير من الناس محرومين من الورود ومن تربية الحيوانات من وراء الحساسية، لأنهم مصابين بالحساسية كما يطلق عليها، الحساسية، ومن أنواعها طبعا الربو القصبي. حقيقة الربو القصبي والحساسية من الأمراض اللي شهدت ارتفاع إصابات كبير جدا في الوقت الحاضر لأسباب نمط الحياة. يعني الآن الكثير مثلا دخلت علينا أنه تربية الحيوانات في البيوت إضافة إلى تلوث البيئة. الربو القصبي من الأمراض المزمنة، سبب مالته هو نوعين، إكسترنسيك إنترنسيك، خارجي وداخلي. نعم. الإكسترنسيك اللي هو الأتوبيك، اللي دائما حقيقة نشوف الأطفال يعانون من عدة معاناة شديدة جدا، ودائما لعدم اكتمال الجهاز التنفسي تجدين أنه المصابين بالحساسية الأتوبيك دائما يتكرر عندهم التهابات الجهاز التنفسي، وممكن حتى تصل إلى التحول من الحساسية إلى الربو القصبي عند دخول المستشفى 3 مرات في العام، مع حاجة إلى الأكسجين وإلى النبولايزر وما إلى ذلك. أما بالنسبة للكبار فالربو القصبي معروف، يعني ضيق النفس والسعال المتكرر وتأخر الشفاء من التهابات الجهاز التنفسي، إضافة إلى الأمور اللي تخص الحساسية بشكل عام اللي هي جيوب الأنفية وانسداد الأنف، ودائما هذه حقيقة من الأمور اللي نشوفها ترتفع بشكل كبير وتؤدي إلى تأخر وتكرار التهابات الجهاز التنفسي. مع العلم هناك تطور كبير في تشخيص الربو القصبي اللي هو حقيقة تضيق بالقصبات الهوائية، إضافة إلى التهابها أو تورمها، وإضافة إلى الإفرازات اللي تفرزها. كل هاي الثلاث عوامل الأساسية اللي ممكن تؤدي إلى ضيق القصبات وإلى الاتاك بعملية التنفس، وبالتالي لسبب الربو القصبي. أكو ولادي مثل ما قلنا، دائما الأطفال الأمهات يعانون حقيقة من صعوبة
علاج أمراض الجهاز التنفسي وتكرارها للأطفال دون خاصة دون الخامسة وفي السنة الأولى بالذات إلى ما يصل إلى السنة الثالثة وبعدين ممكن أنه تخف في السنة السادسة طبعا يشفى منها شفاء تام أو يتحول إلى الربو القصبي اللي هو معروف تجي التاكات. في الربو القصبي حقيقة العلاج مالته رغم التطور الكبير بتوفير الأجهزة التشخيصية والفحوصات التشخيصية مثل السبايروميتر اللي هو فحص وظائف الرئة، سبكتروميتر اللي هو البيكوميتر اللي هو يحسب عملية كمية الهواء في 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 الزفير اللي هو تخص الربو القصبي دائما يعانون من مشكلة انه ما يقدر يخرج الهواء بشكل طبيعي، اضافة الى الفحوصات الاخرى اللي تخص الحساسية الايزينوفيل والامور المواد الحساسية الاخرى او الاي جي اي وانواعها. وتوفرت طبعا في العالم كله اكو طرق كثيرة لتوفير العلاج. العلاج عفوا قبل ما ندخل للعلاج اكو نقطة يمكن استوقفتني خلال حديثك، انت قلت انه يتم الدخول اكثر من 3 مرات في السنة يمكن تصير الحالة، ان اكو اشخاص كبار ما يعرفون انهم صار عندهم ربو كون انهم باعتقادهم منذ الصغر، واحنا قاعد اليوم احنا نتكلم عن وجود كورونا ضرب عندنا مفاهيم كثيرة، صار البعض يقول الى انه انا عندي كورونا او التهاب او صار معايا وما تحول الى ربو، فبالتالي صار في اكو بعض اللخبطة. يمكن تذكرت بعض الاجهزة اللي تساعدنا في الكشف على الربو، ولكن خلينا نتكلم على مفهوم اهمية انه احنا نتخذ الخطوة قبل ما تتفاقم. نعم طبعا اكيد، هو التشخيص مالته مثل ما قلنا يعتمد على الفحص السريري وبعدين على اكو اجهزه بولمونري فانكشن تيست يسموه، وعلى اجهزه اخرى ايضا، وعلى فحوصات حساسيه، واضافه الى استخدام الموسعات اللي ممكن انه نستخدمها لنجد انه هل انه عادت الوظيفه الى الطبيعي، اذا ما معناه انه اذا توسعت القصبه الهوائيه معناه انه مصاب بالربو القصبي. تشخيص مالته في الوقت الحاضر حقيقه سهل جدا، لكنه لتقييم حاله الربو تقييمها وتحديد طريقه العلاج مالته تعتمد بالدرجه الاساس على شده الربو القصبي. واكو حساسيه بسيطه ويسمونه مايلد، يعني ممكن انه يصير الاتاكات مالته مره بالاسبوع، وبالليل ممكن انه يصير في ليله واحده في الشهر، وممكن انه يكون لا ليله في بشكل يوم او اكثر من يوم، على لا تكون الاتاك اكثر من مره في اليوم الواحد. هذا كان بسيط. دكتور انا ليش ذكرت هذا الموضوع؟ لانه انا يعني انا صار معي هذا الشيء ووصل لمرحله انه استمر لي اكثر من شهر، يعني تمت الكحه معي لاكثر من شهر، يلا عرفت انه لا انه انا الموضوع تفاقم. صحيح، ولذلك اكو المودريت اللي هو طبعا حقيقه مره واحده بالاسبوع بالليله ويوميا، واللي يعني واللي بشكل مستمر اللي هي ممكن انه يجي في اي يوم. حقيقه تقييم الشده كلش مهم بتقييم العلاج، انه يعني علاج ينشطر الى وقائي والى علاج الاتاكات الحاده، يعني الازمات الحاده، ودائما نستخدم الموسعات اذا كانت عن طريق النيبولايزر او البخاخ مثل ما يسموه، والبخاخات اللي موجوده عندهم يعرفونهم. حقيقه انا اريد اتكلم على موضوع حلو، يعني هو البخاخات ترى كلها مشابهه المواد مالته، والكورتيزون طبعا والسالبيوتامول اللي معروف اللي هو يوسع القصبات في حالات الازمات الحاده، اللي هو يسمونه شورت اكتنج ولوج اكتنج، يعني الفتره القصيره والفتره الطويله. دائما احنا في حالات الالتهابات الشديده اللي دائما تكون السبب الرئيسي لازمات الربو القصبي هي النشلات، الامور اللي معروفه، او الغبار وما الى ذلك، دائما نستخدم شورت اكتنج. الالوان مالتها تحدد، يعني هي طبعا كلها بها مواد لازم نعرفها، مثلا البني والبرتقالي دائما هو وقائي، هذا البخاخ مهما تكون التسميات مالته والمواد مالته، لان المواد مالته كثيره حقيقه، هذا للربو ولا للحساسيه اي طبعا البني والبرتقالي هذا وقائي، الازرق والاخضر، الازرق لا شورت اكتنج نستخدمه لما تجي الازمه الحاده ونقدر نستخدمه متكرر، وبعدين اللونج اكتنج الاخضر. اما اذا الازرق والاخضر هو العلاج الفعال اللي هو مباشر. ممكن نستخدمه في الحالات الحاده وممكن نستخدمه، اما في البنفسجي والازرق والاحمر فدائما هذا يشتغل كومبايند، يعني بالوقائي وبي اللي يستخدم الموسع المباشر، حتى ما يخلطون، لانه اشوف انه يعني المصابين يحاولون انه يتنقلون من بخاخ الى بخاخ، هي مجرد شركات، لكن الالوان هذه معتمده
من قبل منظمة. قاعد نشوف بالآونة الأخيرة حتى أكو هاي الحبوب اللي يخلونها بي ويتنفسون في عدة أجهزة، يعني هو ما صار يقتصر على جهاز أو تنفس معين. نعم، بالحسب حوي إضافة إلى هاي الأجهزة اللي قلنا عليها هي الهيلر إحنا نسميه. أكو طريقة أخرى، طريقة الباودر. أي. الباودر مثل البريكيول وجماعته، هذا حقيقة الهدف من عده دائما انه هاي الأدوية اللي نستخدمها لما ناخذها عن طريق الفم او عن طريق الوريد او عن طريق الأوبر دائما سوينا أضرار جانبية، خاصة الكورتيزون ممكن ينفخ وممكن يسوينا ضغط وسكر وما الى ذلك. اذا نستخدمها عن طريق البخاخ او يعني دائما تكون أضرارها قليلة جدا، وعكس المفهوم السائد عند الناس انه انا ما استخدم البخاخ لانه راح يكون كانه بعد ثبت عليه انه هذا ربو وراح يتعود عليه. صح. لا بالعكس، هذا يفيدنا خاصه بالمصابين بالامراض المزمنه الى الضغط والسكر. هاي الادويه ترفع الضغط وترفع السكر اذا استخدمناها عن طريق الابر وعن طريق الحبوب، لكن اذا استخدمناها عن طريق الانهيلر لا ما راح تكون لها تأثير كبير في الموضوع. حقيقة في الخارج أكو أسلوب مهم جدا عندهم، هو أسلوب إصحاح البيئي، يعني دائما يشوفون شنو المادة اللي يسوي حساسية ويحاولون يتجنبوها ويحاولون يوفرون أجهزة صديقة للربو القصبي، لأنه الربو القصبي حقيقة مثل ما قلنا مرض مزمن، وحتى العلاج مالته يعتمد على الشده مثل ما قلنا، ولذلك تشوفين انه يسمونه وايز ستيب، يعني انت لما تعالجين الربو القصبي تدرجين بالدوز مالت الدواء وبعدد الادويه على ضوء الشده وعلى ضوء الاستجابه مالت المصاب وعلى ضوء تكرار الاصابه مالته وعلى ضوء الاصابه بالامراض المزمنه. خاصة الآن في الوقت الحاضر نشوف أنه السمنة تعيق كثيراً علاج التهاب القصبي، إضافة إلى مثلاً هسه الآن التهابات الفيروسية أصبحت حقيقة من الأمور الأمر الواقع. حتى منظمة الصحة العالمية يعني حذرت من أنه وجود أوبئة ممكن تحدث بسبب الفيروسات وشدتها وطريقة انتقالها اللي دائماً تعوق شفاء أبو الربو القصبي. الربو القصبي حقيقة يجب أنه يكون بباله أنه يجب أن يأخذ علاج وقائي بشكل دائم. نعم. ويتجنب المواد الحساسة له إذا كان إصحاح بيئي. هذا من ناحية الربو. ديما أنت عندك ربو ولا حساسية؟ ربو يعني كانت حساسية وبعدين صار الموضوع تفاقم، هذا اللي قاعد أذكره، يعني صار لمدة أكثر من شهر تبقى عندي، خصوصا مع فصل الربيع يمكن. نعم. تبتدي وبالإصحاح البيئي ذكر. نعم. يعني هو الدكتور قاعد يقول إصحاح البيئي، أكو نبات بالآونة الأخيرة صار منتشر بكثرة بشوارع العراق اللي صار لونه أصفر، هذا انا بمجرد اني امر من يمه دايركت تصير عندي حساسيه. سفرندا يسموها. اي حقيقه انت تعانين ما تعانين في موسم موسميه حساسيه موسميه وممكن تؤدي. طبعا يبدي هنا المشكله مالتهم بالنسبه لهم اكو بيهم حساسيه وربو قصبي. يعني هو عدة حساسيه بالانف، جيوب انفيه واحتقان وانسداد الانف، وبعدين هم ماتين عدة مشكله بالقصبات الهوائيه. قصبات الهوائية الربو القصبي لما يصير، أما يصير تضيق بالعضلات الملساء، تضيق بالقصبة الهوائية، أو يكون تورم بها التهاب، وهذا لازم نعرفه عن طريق موجود الإيزونوفيل وعن طريق أكو نايتريك أوكسايد يسموه فحص معين. نعم. أكو ورم يصير بها فهم ما تنضيق، وأكو الإكسكريشن السوائل اللي تنفرز اللي نشوفه دائما تنفرز من بداية الجهاز التنفسي إلى الأسفل. إذا الطبيب يجب أنه يميز، أنا دا أشوف أنه الأطباء دا يتعالجون بشكل جلوبال، يعني كل حالة يعاملها وكأنه ربو قصبي كتب نفس العلاج. صحيح. نفسه، وهذا خطأ. إحنا يجب أن نحدد شنو سبب الربو القصبي، هل هو ضيق، هل هو التهاب، هل هو إفرازات، هل هو ثلاثتهم، ونحدد الطريقة اللي ممكن أنه نعالجها به بطريقة صحيحة. ودائما دائما دوز أجسمنت، دائما ما أستخدم الأدوية بكميات عالية بدوز عالي، لازم دائما أستخدم بطريقة هادئة، ودائما أتعامل مع السبب المسبب. يعني ما معقول واحد مربي قطة بالبيت وأنا أجري دار أربع قصب يقول له ما طيب خلص، يعني رب انت ما دام قطه، خاصه هاي القطه بالذات، يعني والقطه بدها تتربى بشكل كبير جدا، احنا ما نعرف شلون الراعيه الحيوانات هذه، اضافه الى مثلا الان الداست يعني الغبار، احنا عندنا مشكله حقيقيه بتغير المناخ، يعني اكو انواع من العفن ومن الفطريات تنتقل ب 1400 كيلومتر، يعني جايه من صحراء افريقيا وجايه لهنا، فممكن تسوي لك مشاكل حقيقيه، ولذلك يجب ان نتجنبها. الان في الخارج هناك عندهم اسحاح يحددوا لك الفلتر مالت الاير كونديشن ومالت السبلت،
يحددوا لك الكاربد مالك اللي تستخدميه، يحددوا لك الملابس اللي تستخدميها. هسه اليوم اكو جهاز منتشر، يعني مو اليوم، خلينا نقول بالعشر سنوات الاخيره، اللي هو الاير فريشر، جهاز هو منقي للهواء سواء من الاتربه، الرطوبه ايضا، نعم. الرطوبه، نعم. ممكن الوبر مالت الحيوانات طبعاً. اذا اكو مثلا حيوان معين بمكان صحيح. عام او ممكن داخل المنزل، فهذا كل شيء يمكن تواجده يكون مهم للناس اللي عندهم يعانون من الحساسية أو الربو بكل مستوياته. صحيح، ولذلك تشوفين مثلا هسه الآن شر الملابس في السطوح، ما نعتبره من الأمور الخاطئة جدا، لأنه هاي ممكن أنه تتلوث، خاصة شراشف السرير، لأنه هاي ممكن تكون قريبة ويستنشق الليل كلها، يستنشق مواد بيها أتربة وبيها كلها ملوثات، وممكن تسوي لنا مشاكل حقيقية. حقيقة موضوع الربو القصبي ده نعاني من عده الآن في الوقت الحاضر، خاصة كبار السن أيضا صار عندنا مشكلة حقيقية، مثل ما قلت حضرتك كورونا والمشاكل اللي سواها، يفرق عن الربو القصبي اللي يصيب الأطفال وبالهذا، يعني هاي يسمونه كاردياك أسمى، يعني أمراض القلب هي السبب، ولذلك راح يصير هنا تغيرات بالهرمونات والإنزيمات داخل الجسم، يعني مو يجي من برا فشيء يسوي تحسس، مو موسمي، مو وقت الربيع ووقت الخريف، ولا مثلا من قطة ولا من هذا، لا تيجي أتاك لما يصير عنده عجز قلب يصير عنده ربو قصبي، ولذلك ذول علاجهم صعب جدا. يعني انا اكد على نقطه مهمه، انه المصابين بامراض الربو القصبي والحساسيه يجب انه يكون علاجهم علاج متكامل، اصحاح بيئي، لايف ستايل، اتجنب المواد الحساسه اللي ممكن تسوي لي، حتى الاكل طبعا بالخارج يسمونها يعني عمليه تابرنج انهبيشن للماده الحساسه، وهي موجودة على أساس بمعهد الحساسية. حقيقة إحنا خجولة جدا الموضوع عندنا. بالخارج عندهم 60 مادة، 30 أكل و30 استنشاق، ويسووا لك عليها عملية انهبيشن، يعني يعرضوش للمادة الحساسة بطريقة تايتر عالي كلش، وينزلوا إلى ما يصعدوا لك شوي شوي بحيث الجسم بعدين يتعود عليها. لكنه إجراء فحوصات وما يتحسس بعدين، ما يتحسس بعدين يطيب، وهاي واحدة من طرق الشفاء. بس المفروض احنا نحسب الاي جي اي والايزونوفيليا اذا موجوده بالسبيوتم او ما موجوده، او الاي جي اي بالدم او ما الى ذلك، اذا رادنا فحوصات متطوره، يرادنا ايدي مدربه، ويرادنا مراكز متخصصه بهذا الموضوع، حتى نقدر نسيطر ونقلل من معاناه المصابين بالربو القصبي. اما الاطفال فالله يساعد الامهات. يعني حقيقه دكتور، عفوا، هو احنا نحتاج الى وعي، يعني احنا بالخارج ابسط الامور، الام من تكون حامل ما يخلون الام دايركت تروح تسوي عمليه قيصريه خوفا للجهاز التنفسي، يعني يخلوها اجباري تمر بمرحله انه لا، ولاده صحيح. طبيعيه للحمايه، وهي كلها احنا اليوم احنا صار الموضوع اسهل شيء لتجاره بالضبط، فاحنا بحاجه الى الوعي اليوم حتى الام انه تحمي ابنها من خلال حتى من اول اللحظات الولاديه. صحيح، ولذلك تشوفين بالمدرسه مثلا الطفل لما يركض يتعرض الى الهواء البارد او الى جهد، يصير عنده ازمه ربو قصبي، او يبقى بس سعال، طبعا اكو بيهم حقيقه ربو قصبي بدون ضيق نفس، بس سعال، ويكون الليل كله، طبعا دائما بالليل، احنا دائما الازمات اللي تيجي بالليل نقول عليها هذا ربو قصبي، ممكن شيء يكون شديد، نعم. بالنهار تكون اسهل. حقيقه هذه هم اكو ادويه لها، صوديوم كروموغلايكيت هذا نعطيه اياه بشكل مستمر، او الكيتوتيفين معروف، حتى يقلل اصابه الطفل، خاصه في سن الست سنوات سبع سنوات، انه ذولا لما يركضون لما يلعبون لما يتعرض للهواء البارد ممكن تجي اتاك، هاي ممكن ايضا نعالجها. اذا الموضوع هو يراد دراسه مفصله لكل حاله، معرفه الاسباب وعلاجها بالطريقه الصحيحه. الملخص من اللي قلته كله دكتور انه لازم الابتعاد عن المسببات، هاي بالدرجه أكيد. الاولى، وبنفس الوقت يعني اخذ العلاج المناسب بعد الكشف، حتى واحد يعرف شنو الحاله التشخيصيه أكيد. بشكل دقيق جدا، لكن اللايف ستايل وباقي الامور البيئيه وهذه التفاصيل يعني يمكن شويه هي مستواها مثل ما ذكرت ضعيف جدا عندنا. يعني هو نانا ثقافتنا احنا هذه، احنا نتعود على في الشيء مثلا بيئتنا ما تساعد، اسال امهات تقول ها ابني يحب الدولمه، يوم يوم سويت له دولمه، في حين انه ثقافه التغذيه الصحيه هو ميكس فود، يجب انه يتناول غذاء، يعني يجب هسه مثلا تقول له مثلا واحد عنده مشكله بالتغذيه، تقول له يقول لك والله انا ما اكل لا بيض ولا دجاج ولا هذا هذا كذا كذا كذا، في حين انه اكو غذاء يجب انه يتناوله.
صحيح. هذا غذاء، والطعام تعتمد على ذاك الوقت على هو الشيء يرغب أو يحب. ممكن نمط حياة يكون صحي بشكل عام، ودائما احنا نقول يمكن الواحد يكون واعي بكل الأمور اللي تصير فيه وأبسط الأمور، وبالأخير احنا نتمنى السلامة للجميع. دكتور عبد الستار حمادي، شكرا لتواجدك معنا، شكرا للمعلومات القيمة اللي أعطيتها لنا. شكرا لك دكتور. إذن مشاهدينا فقراتنا مستمرة لكن بعد هذا الفاصل الأخير. مشاهدينا في فقرة فنون جميلة، دائما نستضيف مواهب فنية لها بصمتها في عالم التلحين والغناء. اليوم ضيفنا يمتاز أسلوبه بالروحية العراقية، تعاون مع أسماء مهمة وفنانين كبار وتستهويه الموسيقى التعبيرية وغناء الترانيم والتراث العراقي. ابقوا معنا. درس المقام العراقي في معهد الدراسات الموسيقية، ودرس العلوم الموسيقية الحديثة في قسم الفنون الموسيقية في كلية الفنون الجميلة، عمل في مجال التأليف والتلحين، وضع ألحانا لمجموعة من الأغاني وبعض القطع الموسيقية للأعمال التلفزيونية، كما درس أصول الغناء وأدى العديد من الأغاني. ضيفنا اليوم الفنان خالد قمار. أهلا وسهلا خالد. أهلا وسهلا بكم، وصباح الخير على كل جمهور العراق وعلى مشاهدين قناة يو تي في، ونسهلا بكم. أهلا بك، احنا سعيدين بوجودك خالد. رحلات فنية متواصلة عندك ونشاطات كثيرة. نعم. خلينا نتعرف على الجديد، شنو القادم، أنت بشنو مشغول هذه الفترة؟ والله حاليا يعني مشغول بتسجيل قصيدة مغناة للأستاذ الكبير فاروق هلال، وأيضا هناك بعض الترانيم الفكر المغنى أيضا راح نسجله بين استوديوهات بغداد والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عندي إن شاء الله نشاط قريب يوم 15/5 في ولاية ديترويت، وبعد يوم 25 مسافر إلى العاصمة واشنطن مع الأستاذ الكبير حامد السعدي، نوجه له تحية. عندنا حفلة ليلة تراثية بغدادية إن شاء الله، وبعدها مسافرين إلى لندن مع السفير المقام العراقي الأستاذ حسين العظمي. خوش جولة. نعم. ما شاء الله، حلو الأمور، أكيد تتمنى لك الموفقية من الآن بكل ما هو جديد. إحنا يمكن ذكرنا أنه تمتاز أنت أسلوبك بالروحية العراقية. نعم. فيا ريت لو تسمعنا شيء من هذا الموضوع. أوكي. راح نسمعكم بعض من المقام الجمال. نزلنا على واد، نزلنا على واد، لبسنا ظلاله وهمنا على نفح الربيع زمانا، وفرقنا ما فرق الناس قبلنا صروف، فأنسينا الربيع كلانا، يبا يبا هلو يبا علو هلك، وين شالا وين رحلا، وجوز منهم لا تعاتبهم بعد جوز، شيلك عدهم ناس ما إلهم عهد جوز، جوز منهم لا تعاتبهم بعد جوز، شيلك عدهم ناس ما إلهم عهد جوز، شلون جازون بهجر وبلا عذر، تالي باعون بسعر ما ينذكر، شلون جازون بهجر وبلا عذر، تالي باعون بسعر هاي هم قسمه بعض جوز منهم. أنت خالد عايش فترات طويلة بالغربة. نعم. ويمكن شو وقت بديت ترجع إلى العراق وتسوي هاي الأمسيات؟ والله يعني تقريبا بالأوان الأخيرة تقريبا من 2018 بديت يعني دائما أزور بغداد، يعني عندنا أيضا عدة نشاطات مع وزارة الثقافة العراقية، وما شاء الله أنا أشوف سنة بعد سنة أنه بلدي نحو الازدهار إن شاء الله.
يعني بدايات مهمة، يعني يمكن كثير من الفنانين اللي بالوسط يمكن يحسدوك، يعني أنت عندك صور هسه مثل ما طلعت ويا فؤاد، الفنان فؤاد سالم الراحل، ويا أيضا الفنان الراحل صلاح منصور، صلاح عبد الغفور. صلاح عبد الغفور نعم. نعم، اليوم المسيرة الفنية متواصلة مع كثير من النجوم، أكو عندك تعاونات ممكن تكون بالفترة القريبة أو بالمستقبل القريب مع نجوم؟ أكيد طبعاً، توفينا هاي المسيرة طويلة، يعني بديت من يعني دول المطربين السبعينات، سعد بن جابر، فؤاد سالم، صلاح عبد الغفور، ياس خضر الله يرحمه، ومن المطربين مثل هيثم يوسف، رحمه رياض، اصيل هميم، وايضا مع احنا نسميه الاسطوره العراقيه الفنان الكبير كاظم الساهر، وايضا مع نجوم كثير، يعني عملت محمود انور، اسماعيل فروتشي، وان شاء الله ايضا هناك يعني حفلات قادمه بالتعاون. تعرفين واني يعني بالاضافه للغناء ايضا يعني كعازف يعني يكون معهم يعني. نعم، يمكن نعم. احنا ذكرنا انه التعاون مع الفنانين والتلحين والغناء هذا عالم، ولكن احنا نتكلم عن قطع موسيقيه لاعمال تلفزيونيه، هذا عالم اخر ومجال اخر، فنتكلم اكثر عن هذا المجال اللي انت اوريدي خضته اساسا. نعم، تعرفين انا يعني من درست في مدرسات الموسيقيه، وتخرجت ايضا من ضمن العشوائل بهذا المعهد، وبعدين خلصت اكاديميه الفنون الجميله، فبالمدرسات الموسيقيه درسنا التراث والمقام والفلكلور العراقي، وفي الأكاديمية درسنا الموسيقى الغربية، فأنا مزجت يعني واضحة من الحان بين التراث والحداثة يعني. نعم. نقدر نسمع شيء من ألحانك يكون به هذا الخليط ممكن؟ نعم، راح أسمع شيء عن العراق. هاي من ألحاني وكلمات يعني كتبتها. أنا رافع الرأس فوق تاريخ البشرية، أنا رافع الرأس فوق تاريخ البشرية. أنا العراق صاحب أول يبجدية، أنا العراق صاحب أول يبجدية. أنا رافع الرأس فوق تاريخ البشرية، أنا العراق صاحب أول يبجدية، أنا العراق صاحب أول يبجدية. أنا الثقافة، أنا الحضارة، أنا العلوم، أنا الفنون. التلحين والتأليف، وعندك أكثر من مزيج بين البغدادي، اللغة البغدادية. نعم. وبين اللغة الفصيحة. نعم. أنت شنو لأي جهة تميل؟ والله أنا أميل يعني تعرفين يعني أميل الأغاني اللي بيها يعني شلون بيها فكر، بيها فلسفة، بيها طرح ثقافي، يعني دائما أميل لهاي الأغاني يعني إن كانت قصائد أو الغناء يعني. إحنا محتاجين لهذا اللون لأنه شوية طبعاً. غير ألوان طغت على الساحة الفنية العراقية، فمحتاجين إنه هذا اللون هم يأخذ مساحته وينسمع ويكون هم لجمهور. أكيد أكيد، وحاليا يعني قلت لك عندي تعاون أيضا مع الأستاذ الكبير، نوجه له تحية، الأستاذ فاروق هلال. أكيد. اسمه ترانيم الفكر المغنى، وهاي من أول طرح في الموسيقى العربية والموسيقى العراقية. وهذا يحكي عن يعني طرح فلسفي يعني. انتم بعدكم تشتغلون على؟ اي نعم، تقريبا لحد الان حضرنا 12 ترنيمه غنائيه، و يعني هذا تقرا قبل ان تغنى. راح اسمعكم نموذج من عندها. يلا. يقول: كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن في هذه الحياه، عليك دفعه بطيب خاطر ما دمت تعشق الحريه، الحريه التي تهواها. اسمعكم شيء.
وحتى اللحن يعني يكون غريب شوي على المستمع. كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن في هذه الحياة عليك دفعه بطيب خاطر، بطيب خاطر. ما دمت تعشق، تعشق الحرية التي تهواها، ما دمت تعشق، تعشق الحرية التي تهواها. كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن في هذه الحياة عليك دفعه بطيب خاطر، بطيب خاطر. ما دمت تعشق، تعشق الحرية التي تهواها، ما دمت تعشق، تعشق الحرية التي تهواها. يعني يمكن تذكرت أنه الطرح رح يكون فلسفي أكثر. نعم. من خلال هذا اللحن، إضافة إلى الفنانين اللي أنت ذكرت أسماءهم، كل واحد إلى لونه، إلى طريقته، إلى أمور لكي تختلف عن الشخص الثاني، فكيف ممكن أنه أنت تكون لحنك يجسد الشخصية أو يجسد العمل اللي رح يكون مطلوب؟ والله حقيقة أنا تعرفين أنه يعني كل فنان إلى ثقافته، كل فنان إلى رؤيته، يعني في مجاله، يعني هو يعرف إيش يطرح يعني حسب ثقافته، حسب فلسفته، فأكيد كل فنان إلا لونه يعني. طبعاً المخرج يريد يسمع، يريد شيء خاص، يريد شيء لقحطان. شلون؟ يريد يسمع شيء لقحطان، فنان قحطان العطار. قحطان العطار، ومشكلة ما راح أسمع. هذا طلب خاص من المخرج. مشكلة مدى يعني راودني اسمع. نسمع شيء بعدين. قحطان العطار، تمام يا هي مال قحطان العطار. اي شيء واحد نسمع شيء الهيثم، اغنيه سمعتها بالطريق كل شيء. يلا يلا. تمنيت ينقضي وياك، ينقضي وياك عمري بالفرح، وما حسبت بسيف حبك، سيف حبك قلبي ينجرح. تمنيت ينقضي وياك، ينقضي وياك عمري بالفرح، وما حسبت بسيف حبك، سيف حبك قلبي ينجرح. وغليتك على احبابي من شوفتك، تحرميني، تحرميني، تحرميني. وعيشتيني الفرح بالوهم، أيام مضت، عيشتيني الفرح بالوهم، أيام مضت. يا حسرتي عالشوق ودموعي صفت، يا حسرتي عالشوق ودموعي صفت. كل شي ظنيت بحياتي، كل شي ظنيت بحياتي، ما ظنيتك تخدعيني، تخدعيني، تخدعيني. نسيتيني. يعني أمانة كان يمكن يكون هذا الختام مع هيثم يوسف.
صراحة يمكن ما المخرج حاليا هو انطرب بهذا. تسلمي تحياتنا للمخرجين والمصورين وكل الكادر وكل المشاهدين يشوفونا. شكرا يعني لك خالد، نورتنا وامتعتنا بهذه الدقائق اللي راح نختم بها هذه الحلقة لهذا اليوم. تسلمي لي، شكرا لكم. اتمنى لك الموفقية اكيد يمكن المنجز اللي اعطيتنا اياه بالبداية بالمستقبل وبكل الاعمال. شكرا لتواجدك معنا. شكرا لكم مرة ثانية. شكرا. نعم مشاهدينا، احنا وصلنا لختام صباحكم لهذا اليوم، نترككم مع بقية برامج اليو تي في. من صباحكم نقول لكم في أمان الله، مع السلامة.